مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء قالوا سبحانك قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا
خيرا وسا ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات ثيبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار عسير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أن يبدله أزواجا خيرا منكن
مسلمات مؤمنات قانتات قانتات تائبات عابدات عابدات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات ثيبات ثيبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ثيبات وأبكار الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
ومن آياته ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لتسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات يتفكرون
وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار.